اهلا بيكم مشاهدينا، مشاهدي برنامج كلام كبار. وحشتونا من الحلقه اللي فاتت وفقرتنا الثانيه عن موضوع اعتقد هو يعني ما بين الوقت والتاني كده بيظهر على السطح، بيعمل ازعاج كده لكثير من الرجال، السترونج اندبندنت وومن او المراه المستقله. مع انها طبيعي يعني صفه زي اي صفه ممكن يتحلى بها اي انسان ان يكون مجتهد او ذكي او حتى متقن في عمله. بس اول ما بعض الناس بيسمعوا وخصوصا الرجاله يعني بيسمعوا كلمه الست القويه المستقله بتيجي على دماغهم يعني الست اللي صوتها عالي المتسلطه المتحكمه اللي عايزه تفرض رايها بالقوه وان هي ممكن تعمل اي حاجه في اي وقت من غير ما ترجع لحد، يعني كده القويه المفتريه يعني زي ما بيقولوا. هل هو ده فعلا المفهوم اللي المفروض يتاخد عن الست القويه المستقله ولا بما ان معايا زميلي راجل هينقل لنا وجهه نظر الرجاله في الموضوع. امسي عليه الاول واقول له مساء الخير عليك يا اسر. مساء الخير على دعاء ومساء الخير على جميع المشاهدين. وزي ما دعاء كانت بتتكلم دلوقتي بنتكلم عن موضوع المراه القويه المستقله. المراه القويه المستقله دوت ده مفهوم كده ما اعرفش بيزعل ناس كتير قوي وخصوصا بيزعل الرجاله. بيزعل الرجاله على اساس ان هي بيشوفوا ان هي ست اعلى منهم او ان هي متفوقه عنهم بزياده. هل فعلا احنا في عندنا في المجتمع بتاعنا مشكله في حته ان الست تبقى متفوقه عن الراجل؟ خليني اضرب لكم كده مثال صغير لسه قريب من كام يوم كده. في منظمات صغيره جالها فرصه عمل ان هي تسافر بره مصر وفرصه ممتازه جدا ما تتعوضش. فهي بتسال نفسها وبتسالنا كده بتقول لنا ايه رايكم؟ دلوقتي انا فرصه عمري جت بره ولكن انا لو طلعت بره فرصه انا ممكن انا احقق طموحي لكن في نفس الوقت عشان انا الاقي مثلا زوجي مثلا او الاقي نص التاني دوت هيبقى صعب بالنسبه لي، فهل يا ترى اسافر واحقق طموحي ولا اقعد واستنى ابن الحلال؟ ده سؤال فعلا، ده اللي فعلا هو دي الحيره اللي بتقع ما بينها الستات فعلا، هل فعلا ان انا ايه خلاص انا هاخد اتجاه ان انا هحقق طموحي وهبقى مستقله ومش عايز الراجل ولا ان هو فعلا ممكن اعمل توازن ما بين الاثنين؟ هو نرجع بس الاول تكمله لكلامك ان لازم نعرف الاول يعني ايه الست قويه مستقله. يعني الست القويه المستقله على فكره من زمان وهي معروفه بس هو المصطلح يمكن اللي غريب علينا. نقول لكم بس المصطلح ده راجع لايه. كان في وزير ايام هتلر اسمه جوبلت جولتز، ده كان وزير الانتاج الحربي ايامها، كان اسمه البرت سبير، هو اللي طلع كان اقتصاد المانيا ساعتها سنه 1944 اقتصاد حرب، وكان ما كانش يلاقي حد ينزل يشتغل. فكان يا اما يجيبوا الناس من معسكرات الاعتقال يا اما ينزلوا يشغلوا الستات، مع ان وقتها الست الالمانيه ما كانتش بتشتغل وكانت قاعده في البيت طول الوقت، يعني ما كانش ينفع ان هي تنزل تشتغل. بس قالوا فضلوا يعملوا شعارات ان هي انت قويه انت قادره تبني المانيا، ومن هنا جت القصه. بس لو رجعنا احنا عندنا بقى للمجتمع العربي وكمان يمكن في ديننا سواء دين اسلامي او مسيحي، الست من زمان ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانت بتضمد جراح المرضى في الحروب وكان ليها دور مجتمعي مهم، وايام الفراعنه كمان كانت بتشتغل وحتى دلوقتي يعني بتشتغل وعايزه تحقق طموحها. ايه المشكله؟ وتوازن ما بين بيتها وشغلها، انا مش شايفه فيها يعني اي مشكله. انما في تربيه اتربى عليها الرجاله زمان ان الست لو كانت بتشتغل او معاها قرش او ليها قرار مش هتبقى عاقه ليك، هتبقى يعني كده مش مطيعه، فلازم انك تفضل تتحكم فيها طول الوقت علشان ما يفلتش عيارها. بس خلي بالكوا برضو او خلي بالك برضو يا دعاء ان في برضو احنا عندنا يعني التربيه بتاعه الاولاد من الصغر بتعلمهم ان هو انت رقم واحد واختك رقم اثنين، بدليل مثلا بتلاقي ان هو الولد قاعد كده وتلاقي الام مثلا بتقول لاخوها او بتقول لاخته بتقول له يلا قومي هاتي لاخوك كوبايه ميه. بيفضل هو متعلم او هو بيفضل قاعد خلاص هو مترسخ في دماغه ان هو انا في حد بيخدمني انا ما اقومش اعمل حاجه. وبيفضل ده بقى لما يجي يتجوز يجي مثلا مراته بتشتغل وعايزه ان هي تثبت ذاتها. هو لما هو في عنده بقى حته عقده النقص ان هو ان هي هتبقى متفوقه عني، هي هتبقى احسن مني، فيبتدي يقول لها لا اقعدي في البيت انا محتاجك مش عايزك تخرجي بره البيت. للاسف الحاجه ديت بتعمل كده اللي هو ايه تفرقه ما بين الاثنين.
لكن الوضع ده حاليا دلوقتي اتغير يا دعاء. هو فعلا اتغير، والست دلوقتي يعني بتشتغل يعني في كل المجالات تقريبا، وده ما يتعارضش مع ان هي كونها مستقله اللي هي بتخدم الراجل في البيت. يعني الكلمه دي ان هو دايما قادره تاخد قرار، قادره ان هي تحط اولوياتها او طموحها اولويه، وطموح بيتها اولويه، وطموح كمان جوزها اولويه، ان هي قادره ان هي تتحمل ضغوط العمل، وقادره ان هي تاخد قرارها، وان هي ما تعتمدش على حد. يعني كده لو تحب، لو ممكن ده وارد يحصل في اي بيت، ان الزوج يحصل له اعاقه او ما يشتغلش او يتوفى، تحب ان تسيب مراتك قادره ان هي تمشي البيت من وراك، او ان هي يكون ليها ذمه ماليه مستقله بعد كده تعرف تصرف على البيت، ولا ان هي تتسول؟ الذمه الماليه المستقله مش شرط ان تكون الست بتشتغل على فكره، يعني ممكن الست تكون من مصروف البيت، ده لو كانت ست بيت، يعني مصروف البيت ان هي ممكن يكون ليها جزء ان هي تستثمره، وده من حقها ان هي تصرفه في اي حاجه هي عايزاها. وكمان الذمه الماليه المستقله لو في الورث، فممكن كمان ان هي تشتغل او ان هي تعمل ميه مشروع خاص بيها، وانت مالكش علاقه اصلا بالفلوس. بس انا عايز اقول يا دعاء، انا اسف لمقاطعتك، بس دلوقتي احنا دلوقتي لو افترضنا مثلا ان البيت محتاج ان هي الزوجه تقعد في البيت، وقال لها دلوقتي والله انا محتاجه تقعدي في البيت، انا شغلك بالنسبه لي عامل لي مشكله، فبالتالي هي لازم الست في الحاله ديت ان هي تستجيب لزوجها، ولا ايه؟ تستجيب لزوجها بناء على تفاهم ومشاركه ما بينهم هما الاثنين. يعني ما ينفعش ان هو يملي عليها قرار. يعني لما تيجي تسال اغلب الرجاله انت تحب مراتك تشتغل ولا لا، يقول ايه؟ يقول انا ما احبهاش تشتغل علشان ما يكونش معاها مصروف وتستعلى عليا، ما يكونش ليها حاجه واحس ان انا قليل مثلا لو هي بقت في منصب اعلى، او ان انا اقرر ان هي تشتغل او لا لو البيت يحتاج، وكانه هو الامر الناهي. ده انسان عايش معاه مش ليه، يعني طول الوقت يكون الحوار المشترك اللي ممكن يوصلوا للنتيجه اللي انت بتقول عليها دي. إيه؟ لازم يكون في تفاهم ما بين الاثنين، ما يبقاش في نوع من التسلط لا من الراجل ولا من الست. يعني ما ينفعش تيجي الست تقول ايه، تقول والله خلاص اوكي انا هشتغل وده طموحي وانت لازم تقبل بكده، وبرده من ناحيه ثانيه هو ما يجيش ينفع يقول لها لا انت لازم تقعدي من غير ما يقول لها الاسباب. لازم يكون في كده حوار مشترك ما بينهم وما بين بعض. انت عارف يا اسر، لما الست مثلا بتيجي تشتغل بتكونش مقصره في حق بيتها ولا جوزها خالص، بيبقى ايه الوضع؟ لما يجي مثلا ممكن تتعرض لموقف ان هي محتاجه ان هو يشيل معاها شويه، يعني في وسط الحياه ان هي شايله كل حاجه، يعني بتودي بتاكل وتشرب وتعمل الاكل وتنظف البيت وتودي الولاد التمرين وتجيب الولاد وتذاكر لهم كل ده، ولما تطلب منه يقف جنبها ويساندها في وقت من الاوقات، لما تبقى محتاجه توصل لحاجه في كارير شغلها بيقول لها تصرفي هم ولادك، وكانه تنصل عن المسؤوليه وان هم ولادها لوحدها، وان هو لا مش عايز اشيل الولاد في وقت انا محتاجاك فيه. ده اللي المفروض يحصل، وده الخلاف اللي بيكون داير في معظم البيوت. ما هي دي الانانيه بقى، الانانيه اللي هو كل واحد ممكن بيبص لنفسه. وانا انا يعني انت ممكن يعني تلوني ان انا مثلا تستغربوا ان انا فعلا انا بتفق مع دعاء في كده، ان فعلا ان في رجاله انانيين فعلا ما بيبصوش غير لمصلحتهم. فعلا الرجاله كتير انانيه، وفي ستات كمان انانيه. كلمه كده لعزيز الراجل وعزيزتي السيده، الراجل انت من الاول لو في دماغك عايز ست ما بتشتغلش، خد واحده تتوافق معاك ان هي يكون كل طموحها البيت والولاد، وده مش عيب على فكره، بس لو عايز تتجوز واحده عندها طموح لازم تساندها للاخر، وانك برضه تكوني ذكيه، وانك ما تستعليش على زوجك سواء بمنصب او بفلوس. وليك كمان عزيزي عزيزتي الست، انك مهما كان معاكي فلوس ده مش هيعوضك برضه عن بيتك وشريك حياتك، انتوا الاثنين في مركب واحده، واللي انتوا الاثنين هتساندوا بعض، مفيش حد بيعلى على حد ولا حد انجح من حد، علشان توصلوا بالمركب دي اسرع لبر الامان. لكده تكون خلصت فقرتنا، واللي بيها تكون كمان خلصت حلقتنا. نشوفكم على الف خير.